عودة ليك يا كابتن أيمن مرة تانية، وعقب فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك طبعا بثلاثية نظيفة في ليلة حمراء بكل المقاييس، وطبعا يعني ده في الجولة 14 من عمر الدوري، زي ما احنا شايفين فرحة أهلاوية كبيرة جدا من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. يمكن كل الناس هنا كانت بتتهافت يعني سواء كهربا، حمدي فتحي، علي معلول، أيضا محمد شريف، كل الناس فرحانة هنا فرحة كبيرة جدا. زي ما أنا قلت لك في البداية ليلة حمراء بكل المقاييس. خلينا دلوقتي نشوف ردود افعال طبعا جماهير النادي الاهلي اللي كانت حريصه ان هي تشاهد طبعا المباراه النهارده. ولان النهارده بقى رايك ايه في المباراه، وشايف مين رجل المباراه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احب ابارك للكابتن محمود الخطيب، لان الصفقات اللي جابها الكابتن محمود الخطيب دي غيرت الاهلي خالص. وتاني حاجه اقول للخصم الثاني الاهلي لقنكم درس مش هتنسوه ابدا. وكهربا ان شاء الله ربنا هيطلعه من القضيه بتاعته دي، وهيبقى هو الفارس الوحيد للنادي الاهلي. هي ليله مكهربا وما جابوش مدحت شلبي ليه؟ كان عادي ليله زرقاء. تغييرات النهارده رايك ايه في تغييرات مستر مارسيل كولر النهارده في المباراه؟ مناسبة جدا، وبصراحة ما شاء الله أداء رجولي من كل اللعيبة، وبصراحة خدوا درس محترم جدا وأثبتنا لهم إن الأهلي موجود موجود موجود، والجيل ده هو اللي هيعوض الجيل الذهبي بتاع كرة القدم بتاع النادي الأهلي إن شاء الله. تقول إيه كهربا النهارده بيتألق في تاني مباراة بعد عودته للملاعب، نصف نهائي كأس مصر سموحة، والنهارده هو السبب إن احنا نرجع تاني مباراة في الشوط التاني، تقول له إيه؟ أنا قلت أصلاً من الأول إن كهربا هينزل يجيب جون، وكنت متوقع إن كهربا هيجيب جون، وقلت إن كهربا هو راجع بقوة ولقى نادي الزمالك درس محدش هينساه. قمة 125 النهارده، الاهلي والزمالك دايما بيبقى ليها حسابات تانية. لو النهارده اتكلمنا عن رجاله النادي الاهلي كنا نازلين، يمكن في اصابات كتير في الفريق، ولكن دايما الاهلي بمن حضر. تقول ايه لرجاله النادي الاهلي؟ لا بجد لعبوا مباراه كويسه جدا، ما لعبوا بروح الفانيلا، وما خافوش من اصابات ولا اي حاجه، وكانوا معتمدين على روح الفانيلا وقدموا مباراه جامده بصراحه. تقول ايه لمستر مارسيل كولر النهارده وتغييراته، رايك فيها ايه بعد على طول ما طلع كهربا ونزل شريف، يمكن شريف احرز الهدف الثاني على طول؟ انا احب اقول له والله الف الف مبروك للنادي الاهلي وكل المشجعين ومحبيه، وان شاء الله ان شاء الله في كاس العالم نعمل اداء هايل هايل هايل. والتغييرات صراحه محمد شريف عمل اداء جدا بعد عوده طبعا من الصيام التهديفي اللي هو كان فيه، طبعا عدلنا بكل قوه. بنحب نقول له، بنحب نقول لكهربا شدوا حيلكم، اللي جاي احسن ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله تقدموا احسن، والحمد لله الصفقات بتاعتنا قدم الشغل الحمد لله الحمد لله. الاهلي بمن حضر، حتى اي غياب ما ياثرش على حد. نص الملعب كويس الحمد لله، حمدي فتحي رجل المباراه، محمد شريف رجل المباراة، أليو ديانج أداء هايل في الدفاع، حمدي فتحي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عمل 2 اسيست في المباراة دي، وشارك في الجون الثالث. يعني صراحة صراحة أداء هايل جدا جدا من جمهور الأهلي، من كل لاعيبة الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله الدوري السنة دي عندنا إن شاء الله في الجزيرة. مباريات النادي الأهلي دايما بتبقى صعبة، كنت متوقع النهاردة النتيجة دي للنادي الأهلي قدام نادي الزمالك؟ دايما مباريات نادي الزمالك بتدي دافع للنادي الاهلي، وان اللاعيبه الجديده تقدم احلى ما عندها، وان شاء الله انتصار يعني يثبت الاهلي على الصداره قبل ما نروح كاس العالم للانديه، وان شاء الله هنعدي من ريال مدريد باذن الله. زي ما انت شفت يا كابتن ايمن، ده يعني بعض قليل جدا من ردود افعال الجماهير هنا طبعا بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، يمكن عقب احراز علي معلول الهدف الثالث في الدقائق يعني يمكن الاخيره من الشوط الثاني، ولكن كان عندهم امل ان يبقوا 4 اهداف كمان في الوقت بدل الضايع. ولكن الحمد لله ثلاثيه نظيفه وليله حمراء بكل المقاييس. طبعا لسه مستمرين معاك في اجواءنا هنا من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد يا كابتن ايمن، كلمه ليك مره ثانيه.